للسنة الثانية على التوالي تحتضن كاراكاس مهرجان سان أغوستين السينمائي الذي ينظمه المركز الوطني للتصوير السينمائي بالتعاون مع سفارتي إسبانيا والأرجنتين في فنزويلا وتحت إشراف وزارة الثقافة الفنزويلية. المهرجان تعرض فيه أعمال من فنزويلا إضافة إلى 11 دولة أخرى هي كوبا وبوليفيا والبيرو والأرجنتين وهندوراس ونيكاراغوا وتونس والكونغو وسويسرا وألمانيا وفرنسا. منظمو هذا الحدث كان لديهم الإلهام لإنشاء مهرجان السينما. مهم جدا النضال الثقافي والتاريخ الثقافي لهذه الأحياء الشعبية والتي انتقلت إلى الأفلام حيث يقيمها الناس مباشرة. ضيوف شرف حضروا افتتاح المهرجان أبرزهم منتجة الوثائقيات الكوبية لازارا هيريرا التي أصرت على التفاعل مع الموسيقى اللاتينية الشعبية على الرغم من معاناتها. فليأتي الجميع إلى هنا ليرى أولاً ثم فليطلق الأحكام على فنزويلا. مر وقت طويل منذ آخر زيارة لي لفنزويلا بسبب العمل ووضع الصحي. أنا متحمسة وأشعر بالشغف. استمتعت جداً بهذا العرض وبالجمهور. فليأتي الجميع ويشاهد. فعاليات المهرجان ستشهد تنافساً في فئة الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية وأخرى مخصصة للأطفال إضافة إلى فئة السينما العالمية، وسيكون حضور الأفلام متاحاً بنحو مجاني. تاريخ فنزويلا مرتبط بالأدب والموسيقى والمسرح والجانب الثقافي، كذلك السينما التي تعد في صلب اهتمامات الشعب الفنزويلي المحب للحياة. على حجاز كاراكاس الميادين.